السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع وصفة جديدة صحية في قناة موريسكية. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم الخبز الكامل بالدقيق الكامل بالخميرة البلدية، واحد الوصفة اللي طلبتوها بزاف وكانوا الأسئلة بزاف على الخميرة البلدية كيفاش كنعجنوا بها. من بعد الوصفة ديال التحضير ديالها غتلقاوها إن شاء الله في الفيديوهات. اللي بغى يعرف طريقة تحضير الخميرة البلدية ما عليه إلا يشوف آخر الفيديوهات، غادي يلقى إن شاء الله الطريقة ديالها. وكل شيء كان كيتسائل على كيفاش كيتعجن وكيفاش كيطيب هذا الخبز بالخميرة البلدية، اليوم إن شاء الله غادي نشوفها بالتفصيل. كما كتشوفوا كيجي هشيش ومنفوش وخامر مزيان، اذا تابعوا الطريقه ان شاء الله بالتفصيل. مرحبا بكم. بسم الله نبداو ان شاء الله. اول مرحله في التحضير ديال الخبز بالخميره البلديه هي اننا كناخذوا الطحين ديال الزرع كما كتشوفوا بنخالته. كنكونوا ديجا وجدنا الخميره البلديه كما كتشوفوا، هي طالعه خمره مزيان. هاد الكميه كامله ديال الخميره البلديه غادي نكبها على هاد الكميه ديال الطحين كامله، غادي نكبها هنايا. بسم الله. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه غادي نزيد الماء دافي ونبدا نعجن. اذا بسم الله، المرحله الثانيه غنبدا نزيد الماء دافي كما كتشوفوا، وما غاديش نزيد الملحه في هذه المرحله. هذه ممكن نزيد اي منكهات انا باغيه، مثلا حبه حلاوه، النفع، الجنجلان، ولا المهم اللي كيبغي شي حاجه ممكن يزيدها. انا هنا غنزيد شويه ديال النافع ونعجنوا هذه العجينه ديالنا. اذا المرحله الاولى هي الطحين ديال الزرع، المرحله ونضيفوا عليه الخميره البلديه كميه ديال الزلافه. المرحله الثانيه غنزيدوا الماء والمنكهات ونعجنوها ان شاء الله بدون ملح. المرحله الثالثه كما كتشوفوها هي الخبيزه ديالنا. جمعنا داك الطحين والخميره البلديه، غادي ناخذ واحد الكميه بحال هكذا ديال العجين، هذه غادي نخليها عاوتاني نصوب بها الخميره البلديه من جديد. اذا غادي ناخذ هذاك الاناء اللي كان عندي فيه الخميره البلديه وغادي نعمل فيه هاد العجين هذا. كما كتشوفوا الاناء فيه طريفات ديال الثومه اللي صوبنا بهم الخميره، هادو ما كنخليهمش في الخبز، كنعاودو نردوهم الاناء ديال الخميره وكنزيدو عليهم داك العجين اللي هو اللي غادي نخمروه عاوتاني. نزيدو عليه شويه ديال الماء. بسم الله. ونطلقوه باش عاوتاني نخليوه يخمر للغد ان شاء الله. الى بان لي قليل ممكن نزيد شويه ديال العجين باش يعطيني كميه ديال الخميره تكون كبيره شويه ان شاء الله. صافي، كما كتشوفوا هذه هي الخميره اللي غادي نربيها الغدا ان شاء الله. ونرجعوا للعجينه ديالنا. دابا العجينه ان شاء الله غادي نزيدوا لها الملحه اللي ما كناش عملناها في الاول، شويه ديال الماء، ونعاودوا نعجنوها ندلكوها واحد شويه. بسم الله. شويه الماء باش نذوبوا به ديك الملحه وصافي. صافي، دابا غنبدا ندلك العجين مع ديك الملحه ان شاء الله ونشوفوا النتيجه النهائيه باذن الله. ندلكوها كما كندلكوا العجين ديالنا بالطريقه المغربيه التقليديه، ونتلاقاو باش نشوفوا ان شاء الله المرحله المواليه. المرحله الاخيره ديال الخبز هي هذه اللي كتشوفوا دابا. انا ديك الكميه عطاتني 6 ديال الخبيزات الصغار، هما هادو انا لويتهم ولا قرصتهم بالطحين ديال الذره، دقيق الذره البلديه، لان الذره غنيه بفيتامين سي وان شاء الله تزيد فوائد دقيق القمح. اذا صافي، هذه المرحله الاخيره. دابا غادي نغطيهم، غادي نغطيهم بهذا المنديل ونزيد عليهم واحد الغطاء اللي يكون شويه سخون، وغادي نخليهم يخمروا على خاطرهم. انا دابا صوتهم في الصباح تقريبا، دابا الساعه 10 صباحا، غادي نمشي للعمل ونرجع ان شاء الله، و صافي ديك الساعه ان شاء الله باذن الله غادي يكونوا جاهزين باش اننا ندخلهم الفرن. رجعنا الخبيزات ديالنا من بعد ما داز الوقت. كما قلت لكم مع العشرة كانوا واجدين الخبيزات، دابا مع الربعة ديال العشيه ها حنا غادي نشوفوهم. غطيتهم، ها نتوما كتشوفوا الخبيزات خامرين تبارك الله، ها هي الخبيزه. دونك دابا ان شاء الله غادي نديروهم في الفران ونشوفوا الشكل النهائي. ها هما الخبيزات ديالنا تبارك الله، خمروا مزيان. الخبيزات ديالنا تبارك الله وصلنا بها، هما واجدين.
وجدولنا، طيبتهم في الفران كما كتشوفوا، جاو تبارك الله هشاشين وصحيين بزاف بزاف. انا غادي نقسم لكم واحده باش تشوفوها ان شاء الله من الداخل، باش تشوفوا كيفاش هشيشه وكيفاش خمره بالخميره البلديه. الخبيزه ديالنا ها هي، باقي كيطلع منها الفوار كما كتشوفوا، ها هي هشيشه منفوشه من الداخل ومسخونه، ما كنقدرش نتكي عليها بزاف. ها هي كتشوفوها كيفاش كت بحال بونج دايره، وكلها بالنخاله وبالدقيق الكامل كما شفتوا. انا عجنتها بالزرع وقرصتها بالدقيق ديال الذره. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانكم ان شاء الله حتى نتوما تعتمدوا هذا الخبز اللي هو صحي 100%، وتعتمدوا الخميره البلديه ان شاء الله في العجينه ديالكم. ما تنساوش الا كنتوا كتهتموا بالاكل الصحي لكم وليداتكم انكم تشتركوا في القناه وديروا اعجاب بالفيديو، واذا عندكم تعليقات ولا اسئله ما عليكم الا تخليهم في الرابط في مكان ديال التعليقات. ولا كانوا عندكم اهتمام بوصفات اخرى وعندكم اقتراحات وباغيين تعرفوا حاجات اخرين حتى هما خليوهم. وان شاء الله الا بغيتوا فيديوهات اخرى راه كاينين في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.